السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. موضوع فيديو النهاردة الموت المفاجئ في فصل الصيف، سببه الإجهاد الحراري. طبعا هذه الأيام ترتفع درجة الحرارة أحيانا قد تصل إلى 40 درجة، الحمام ما يستحملش ويموت، ده بيكون سبب الموت المفاجئ. هتلاقي عندك الحمام بيلهث وبيفتح بقه دايما بسبب درجة الحرارة المرتفعة، وقد يصاب بتجلط في الدم، وده بيسبب له جلطة طبعا اللي احنا بنسميه بنقول جلطة، وسبب الموت المفاجئ اللي هو يقول عليه السكتة القلبية، ده الموت المفاجئ، ده بسبب الإجهاد الحراري والحرارة العالية اللي بنقول اللي قد تصل إلى 40 درجة، اللي حضرتك ممكن تكون أهملت وما عملتش احتياطاتك. طيب احنا طبعا في الصيف بنحمي الحمام، لكن ده مش موضوعنا، انتظر معانا هنشوف هنعمل ايه. وقد تتأثر أيضا الكلى ويحدث للحمام فشل كلوي، وقد يفقد الطائر بعض العناصر المهمة في جسمه طبعا نتيجة العرق. لو انت مربي السقف صاج زي ما انا عندي كده، بتكون الحرارة مضاعفة. يعني اول شيء هنعمله الماء النظيف طبعا يا جماعة، الماء النظيف وغسل الاواني وتعريضها للشمس زي ما هوري لحضراتكم كمان شوية، ونظافة المكان في الصيف، وطبعا تغيير المياه يوميا. اللي بيحط بالمية قدام الحمام المية تسخن والحمام ما يشرب منها، لا ما تسيبش المية قدام الحمام، خلي المية معقولة زي اللي انت هتشربها. لو انت تحب تشرب المية السخنة اللي هي بتبقى قدامهم سيبها لهم، لكن انت ما تسيبهمش المية تلج برضو، ده يضر الحمام طبعا. برضو هتغير المية ومرتين مثلا في اليوم في الحر الشديد ده، حتى لو المية لسه موجودة قدام الحمام فانت برضو غير المية، وما تغيرهاش زي ما قلنا بماء بارد من الثلاجة، يعني يفضل ماء طبيعي ماء من الحنفية. فيتامين سي اللي احنا معانا دلوقتي لرفع المناعة ضد الأمراض الفيروسية والبكتيرية والتنفسية في فصل الصيف والشتاء. فيتامين سي بنستخدمه في فصل الصيف والشتاء في الحر الشديد جدا وفي البرد الشديد جدا. احنا هنعمله دلوقتي في الصيف ليه؟ لان هنعالج بيه الاجهاد الحراري. زي ما قلنا الحمام مجهد من الحر جدا، وقد ما تاخدش بالك من الموضوع ده تطلع تلاقي الحمام بيموت، وخصوصا الزغاليل في عمر صغير بتلاقي الزغاليل ميتة جد كتير في عند غوا كتير في الايام دي في عمر صغير. لو ما عملتش اللي هنعمله دلوقتي ممكن تلاقي من شدة الحر الحمام عندك يصاب بالروشة، او اللي هي الهزة، او اللي هو رقبته التواء الرقبة يعني. طيب الجرعة هتكون ايه بالنسبة اللي معانا اللي هو فيتاسيد ده؟ هنشوف بعد ما نجيب المسائي اللي انا غسلتها وحطيتها في الشمس. هنشوف دلوقتي نروح نجيب المسائي من الشمس ونشوف ازاي. طبعا هو انا مبيت المسائي دي في الشمس في مسائي من امبارح، ده اللي انا لسه حاططها النهاردة جواها المية لسه اهي، ده هسيبها جواها السواد ده، في السواد اللي فيها ده الشمس هتقضي عليه اللي هو السواد ده، ولسه هو برضو السواد برضو فيها المية، السواد ده اللي احنا عايزين نقضي عليه بالشمس. هنشوف اللي هي ايوه، شوف دي بقت قلبها ازاي احمرت. طيب هنجيب دي ونجيب ايه التانية دي. طبعا انا جبت المسائي دي هروح ابردها، مش هحط هي دلوقتي سخنه نار، يا اما اسيبها تبرد شويه او انا هحطها تحت الميه دي انها تبرد، افتح عليها الميه واسيبها تحت الميه كده ابردها، ابرد المسائي لحد ايه ما تكون درجه حرارتها طبيعيه قبل ما نستخدمها. مهمة جدا يا جماعة التشميس المسائي ده في الصيف وفي الشتاء زي ما قلنا عملنا لكم امبارح،
عملنا استخدمنا البرمنجات البوتاسيوم، استخدمنا برمنجات البوتاسيوم علشان نطهر به المسائي، وسبناه للحمام تطهير. طيب كده هنبدأ نستخدمها بعد ما بردناها. تمام، حاول ان انت تغير ميتها كذا مرة علشان هي تبرد. هنسيب دول كده في المية شوية، هي هتبرد بسرعة مجرد ما تاخد المية الباردة. غيرنا ميتها كذا مرة، ده كده نبدأ في استخدام الدواء بتاعنا. تمام كده. طيب نحاول نملى المسائي بتاعتنا المية، مية بقى باردة برد كمان شوية، نلاحظ ان فيه لسه حرارة. طيب هنبقى بعد ما بردنا هنملى المية ونضيف ايه الدواء بتاعنا. كده ملينا المية. طيب هنبدأ نحط الدواء بتاعنا اللي هو سيفا مول. هنشوف هنستخدمه ازاي. هي المسقة دي لتر، دي لتر، ده نص لتر لو انت مربي جوز في حبسه في عيون. طبعا المسائي الصغيرة دي هنعمل ازاي، هنشوف نستخدم ازاي. ده شكل القرص، ده شكل القرص، هنقسمه على الاتنين دول. طبعا لو شفت القرص بيفور ازاي، هو شكله انت مش هتقلبه ولا حاجة، انت هتسيبه كده وتقدمه للحمام. طيب بالنسبة للمسقة الصغيرة دي نجيبها كده. المسقة الصغيرة دي بدل ما نحط فيها نص هيبقى ربع. هنكسر القرص اربعة زي كده وهنحط فيها ربع. تمام، برضو بيفور اهو، شايفين بالطريقة دي، ونقدمه للحمام. ده احسن وقاية للحمام في فصل الصيف يا جماعة. لو انت ما انتش لاقي، مش متاح عندك الفيتامين سي ده، يبقى هنجيب محلول معالجة الجفاف. انا معايا الاكياس دي او اي نوع من الاكياس اللي هي محلول معالجة الجفاف. انا عملته طبعا في فيديوهات قبل كده كتير، لكن ده انا بقول لك على البديل. لكن هو يفضل فيتامين سي في الجو شديد الحرارة وفي الجو شديد البرودة. ده اللي احنا بنستخدمه في الجو شديد الحرارة او الجو شديد البرودة، بيرفع مناعة الحمام يا جماعة جيدا. بكده اكون خلصت موضوع النهاردة، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.